البرنامج كان هادف ومبدع، تعلمت الكثير منه. طلعت منها فيديوهات تحكي قصة الإمارات، مجرد مشاهدة هذه الفيديوهات تبث الفرحة فينا، بالإضافة للأشياء التقنية اللي تعلموها. يعني البرنامج عبارة عن كيفية صناعة القصص الرقمية. They are in up to 25 teams and in each team will focus on one particular strength of the UAE and that could be past, present or future achievements of the UAE. Things like the Special Olympics, things like the architecture and also of course mission to Mars. Each team will focus on one particular aspect of the of animation and they will create a 3 to 4 minute animation video. ان احنا نبرز انجازات الدوله بطريقه ثانيه اللي هي بطريقه الانيميشن. الفكره اللي سويناها ان نكتب شو اللي كان قبل 50 سنه والحين شو قاعد تسوي الامارات وشو التطور اللي قاعده تسوي. هاي التجربه استفدينا منها وايد اشياء وتعرفنا على اصدقاء جدد. افكار كثير حلوه وتفاعل كثير كان ظريف. انا كنت عم يعني تقريبا كل الافكار كانت منهم. التفاعل كان حلو. ان شاء الله ان احنا نقدر نضيف فكره تبرز انجازات الدوله. اشكر الشيخ محمد بن زايد على المتابعه الدائمه. نشكر الشيخ خليفه بن طحنون على التواصل. اشكر مكتب شؤون اسر الشهداء في ديوان ولي العهد لاختيارهم هذا البرنامج واتاحت لي الفرصه للتدريس اسر الشهداء. بصراحة هذا فخر أعتز فيه. أشكر مكتب شؤون أسر الشهداء على هالبرنامج، استفدنا منه كثيراً.